اهلا بحضراتكم من جديد. لما يبقى في فريق بياخد البطوله 12 مره على التوالي اكيد الموضوع ده مش من فراغ، واوعى تقول لي مفيش منافسه. لا، في منافسه، ومنافسه شرسه، وده بيجي بجهد وتعب وعرق ناس ولاعيبه ومدربين لا حصر لتعبهم نقدر ولا 100 برنامج يقدر يديهم حقهم. في البدايه برحب بالكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله في النادي الاهلي وعريس هذا الحفل الكبير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، بنبارك لك على هذا الانجاز الكبير يا كابتن. الله يبارك فيك. الله يخليك، شكرا. معانا اسطورتنا الكبيره في تنس الطاوله وكابتن الفريق واحد اللعيبه اللي صعب او اتعب من بعده، الكابتن سيد لاشين. ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا كابتن هيثم؟ منورنا والف مليون مبروك. منور بيك، ربنا يبارك فيك يا رب. طب كابتن، احنا عملنا تقرير كده عن البطوله والانجاز، نشوفه ونرجع مع بعض. اعزائي المشاهدين، هنشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. سيطر لاعبو الفريق الأول لتنس الطاولة رجال وسيدات على بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021 عقب فوزهم بالبطولة دون تلقي أي خسارة، واستطاعوا الفوز في كل مبارياتهم خلال الموسم الطويل والشاق. وهيمن لاعبو المارد الأحمر على نتائج الدورتين المجمعتين والتي أقيمتا على صالة هيئة قناة السويس، وحققوا اللقب عن جدارة واستحقاق. حيث حصد رجال الشياطين الحمر اللقب للمرة 32 في تاريخهم والثانية عشرة على التوالي، فيما جاء نادي ام بي في المركز الثاني وحل الزمالك ثالثا. أما على صعيد السيدات فنجد أن بنات القلعة الحمراء استطعن استعادة اللقب بعد غيابه عاما واحدا عن خزائن النسر الأهلوي، فيما جاء فريق جزيرة الورد في المركز الثاني وجاء الزمالك ثالثا أيضا. ويسعى أبناء صالح سليم لكتابة التاريخ من جديد في قادم البطولات والأحداث في ظل اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب بكافة الألعاب الرياضية، وهو ما تجلى في سيطرة الفريق على كافة البطولات المحلية خلال السنوات الماضية. أهلا بحضراتكم من جديد. خليني أقول لكم طبعا قبل ما نروح لهذا الإنجاز الكبير، ما يفوتناش طبعا في برنامج الأبطال إن احنا ننعي وفاة الكابتن طارق الصغير رئيس جهاز الباليه المائي في النادي الأهلي، والحقيقة وفاته المنية أول امبارح. اللي ما يعرفش كابتن طارق الصغير، كابتن طارق الصغير من أحد الشخصيات المحبوبة جدا في النادي الأهلي، مش بس على نطاق السباحة وكرة الماء وألعاب الماء، ولكن على كل الألعاب الأخرى. احنا بننعي وفاته، والحقيقة يعني ربنا يجعل آلامه في آخر حياته تبقى سبب في انها ترفعه درجات. الحقيقه لو شفنا صور طبعا جنازته او حضور الجماهيري لمراسم جنازته هتعرفوا قد ايه كان محبوب. احنا بنعيه هنا وبنقول له او بنقول لاسرته طبعا ربنا يرحمه، وبنربط على ايديهم، واحنا مش زعلانين عليه لان احنا عارفين ان شاء الله انه في مكان احسن باخلاقه وبطباعه وبجدعنته والاصول اللي كان فيها، اكيد هو في مكان افضل. معلش يا كابتن اشرف، كان لازم في البدايه ننعي وفاة كابتن طارق الصغير. طبعا وانا عارف انه كان مقرب لحضرتك جدا. طبعا كابتن طارق من يعني زميل من 45 سنه في النادي، وكنا زملاء واحنا صغيرين، لعيبه في هو بيلعب هاندبول تقريبا واحنا كنا في تنس طاوله، وكنا قريبين من بعض وكنا بنلعب كوره كتير مع بعض في رمضان، ويعني كانت العلاقه طيبه. وكمان زياده ان زوجته كانت زميله زوجتي في فريق كره الطايره في الاهلي. نعم. فطبعا يعني عشرة عمر ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل ما وجد له اسرته طبعا خالص العزاء، ونربط على ايديهم ربنا يصبرهم يا رب. ربنا يصبرهم. كابتن سيد برضه كابتن طارق يعني كان طبعا انا يعني من الشخصيات يعني عشرتي بيها طبعا مش زي كابتن اشرف، يمكن الموضوع كله خمس ست سنين بالنسبه لي، بس سبحان الله والله من اول يوم شفته فيه وانا بحبه جدا، وهو الحمد لله بيبادلني نفس الحب، وكان دايما يقعد يعني لما اجي اكلمه اقول له انتوا عيال ولاد حلال، وعليا انا واخويا علي يعني، فانتوا ولاد حلال ومتربيين وبتاع. ف
فسبحان الله يعني وانا يمكن حلمت بيه قبل الوفاه، والله قبل الوفاه بثلاث اربع ايام كده حلمت بيه، بس يعني والحمد لله يعني ان شاء الله في مكان احسن يا رب. الحمد لله، ربنا يرحمه. كابتن اشرف، يمكن نيجي للحدث الكبير بتاعنا، فوزنا طبعا ببطوله الدوري رجال وسيدات. انت وشك مجهد يا كابتن، شفناها في الدوره من جمعه الثانيه. طب قول لي يا كابتن، يعني الماتشات كانت ماشيه ازاي؟ سير المباريات، الشد العصبي؟ بص حضرتك، هو احنا بدانا الماتشات مع المنيا والمعادي وطنطا ومصر التامين، كانت الماتشات دي كانت خفيفه شويه في الاول، انما لما دخلنا في الماتشين بتوع الزمالك وبتوع ام بي في الاخر كانت الماتشات تقيله. الماتش بتاع الزمالك اغلب الماتشات 3-2 وجيمات 11-9 وحاجات كده ماشي. انا عايز اقول لك ان انا في ماتش من الماتشات مش قادر اقوم من كرسي عشان اقول للعيب يعني زي احمد حلمي كده مش قادر اقوم. والله يعني انا سبت الكابتن عمرو، سبت الكابتن عمرو هو والكابتن صبحي يقوموا، وبعد 30 ثانيه كده اروح دايم انا كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الاجهاد اللي على وشك ده من الشد العصبي؟ طبعا شد عصبي كان غير طبيعي في الفترة الأخيرة، وبعدين يعني عدم وجود سيد معانا في الماتشات بسبب إصابته أثر معانا طبعا، بس كانت روحه موجودة. بس طبعا بقية رجالة الفرقة وقفوا وقفة كويسة وقدروا إن هم يكملوا ويسدوا مكان كابتن سيد. يعني اللي قاله الكوتش ده، يعني الناس ما تعرفش الضغوط، يعني 12 بطولة على التوالي ما جاش من فراغ، والسنة دي بطولة غالية عليكم لأن هي جت بعد مشقة. والله يمكن يعني 12 بطوله ورا بعض دي بالنسبه لنا حاجه ريكورد كويس وحاجه جميله، بس هو سبحان الله يعني يمكن عشان انا كبير شويه زي ما انت عارف في السن يعني، فانا عاشرت ناس شاركوا في ال 12 دوري ورا بعض، بس انا ببقى فرحان دايما يعني لما يبقى في حد جديد بيلعب، انا نفسيا ببقى مرتاح وفرحان وعندي ثقه، وانا ده بيديني انا ثقه وانا بلعب. كلهم اخواتي، ما فيش كل الفرقه اخواتي، حتى يعني اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش كلهم اخواتي. مين يا كابتن الاسماء برضو يعني بصفتك كابتن الفريق، قول لنا مين الاسماء وعرف الناس. اقول لك مثلا محمد البيالي، خالد عصر، محمد شومان، عمر بدير، يوسف عبد العزيز، شادي مجدي، كريم عبد العزيز، دول مش اخوات يوسف وكريم. في مروان عبد الوهاب ومحمود اشرف حلمي، ويمكن في كمان الصغيرين اللي مكملين واحمد البرعامي ومروان جمال، في ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين. يعني هم مش دول الثمانيه بس، يعني دول الثمانيه ومعاهم اصغر شويه اصغر منهم في السن موجودين عشان يكملوا معانا ان شاء الله في ما شاء الله. يعني يا كابتن يعني برده يعني حاجه كويسه جدا ان الكابتن اشرف كمان يقول ان انت في ظل غيابك اللعيبه كانت رجاله وقفت وقامت عليه. ما هو الحمد لله يعني حتى لما انا كنت موجود ما كنتش بكسب لوحدي، يعني هم الحمد لله كانوا بيكسبوا وانا بكسب معاهم، يعني احنا الحمد لله يعني يعتبر ايد واحده ومش حد بيكسب لوحده، بس يمكن المره دي عدم وجودي في الماتشات. تمام، الدوره الثانيه انا اتصبت واحنا رايحين على اتوبيس. طب قول لي الاصابه يعني الاول شد في السمانه. من غير مجهود يعني داخل العب كوره كده سهله بعد ساعه في التمرين، فقضاء ربنا وقدر الحمد لله. واحنا رايحين قبل يعني في التمرين اللي قبل ما نركب الاوتوبيس. اكيد قلبك حساباتك يا كابتن. طبعا اكيد يمكن اول يوم ريحت خالص ما رحتش الصاله، خدت راحه كامله في السرير عشان يمكن تفك، وزميلنا يعني حبيبي واحد في النادي الاسماعيلي جالي وعمل لي مساج وعمل لي تظبيط، اخو واحد حبيبي عملها لي، اخو كابتن حازم تمام اسلام، عمل لي المساج وجلسه وبتاع. بس دي صورتك، دي الصوره بتاعت حضرتك مع الدرع يا كابتن سيد. يعني دي حاجه لحظات مش هتتنسي ابدا. ما قالوا لي حط كمامه بس انا ايوه مش ملتزم بطبع. حط طبعا بس الصوره تشيل الكمامه ما لازم مش هنتعرف. فحاولت اجتهدت كتير عشان اعمل يعني اقدر الحق الماتشات، ما قدرتش. بس السمانه ده موضوع بس صعبه في لعبتنا كمان، رجل اليمين كمان بالذات هي اكتر حاجه بتشتغل يعني. فالحمد لله يمكن فرحتي بالفرقه اكتر يعني بكتير قوي ده من الدوري. الدوري غالي عليا عشان انا مش ما لعبتش فيه بس انا فرحتي ان في اخواتي الحمد لله رب العالمين قادرين ان هم يكسبوا من غيري، فده حاجه جميله. كابتن فرقه كابتن ده خلي بالك طيب بارك واحتضانه للعيبه نموذج. بص اقول لحضرتك يعني حاجه، يعني لو تنس الطاوله فيها
خمسة زي سيد لاشين يعني كان يبقى الموضوع حاجة تانية خالص. شفت يا باشا بقى؟ ما زي ما بقول لك كده مين اللي هيشهد للعريس؟ اه بالظبط مين اللي هيشهد للعريس؟ خلي بالك هو عريس الليلة طبعا بس برضه مش هاد. كابتن اشرف اكيد هو خلاص يعني هو اخويا قبل ما يكون هو رئيس الجهاز او المدير الفني بتاعي هو اخويا يعني. ما شاء الله على الروح يا كابتن. الروح دي هتلاقي مصدرها باذن الله انت. الحمد لله. يعني انت اللي عامل الروح دي يا كابتن. الحمد لله الفرقة كلها علاقتها حلوة واللعيبة علاقتهم حلوة ببعض. والجهاز الفني علاقته حلوه ببعضيها كلها. طب قول لي يا كابتن كتيبه الابطال من المدربين برضو لازم نفتكره. طبعا لازم نبتدي بالرجال، كابتن عمرو رضا مدرب عام رجال، كابتن اشرف صبحي مدرب رجال، كابتن احمد عبد السلام مدرب 21، مدو اكمل الفرق كلها. كمل يا كابتن. طبعا اللي مشاركوا كابتن محمد عبد الحميد مدرب 18 سنه، كابتن محمد اسماعيل مدرب 15 سنه، كابتن هاني رضا مدرب 12 سنه. الناحيه الثانيه في القطاع السيدات كابتن عادل شومان مدرب عام سيدات، كابتن احمد عياد مدرب سيدات، كابتن بسنت عثمان مدرب 21، كابتن محمود حامد هيثم مدرب 18 سنه بنات، 15 سنه بنات الكابتن هشام اسماعيل، 12 سنه بنات الكابتن احمد عبد السلام. عبد السلام عبد السلام طبعا. فده الجهاز الكامل طبعا. في جهاز اداري طبعا معانا كابتن احمد حامد مدير اداري، كابتن علي سمير وكابتن مصطفى وكابتن رضوى. الجهاز الاداري اللي بيساعدنا طبعا طبعا على طبعا ده جزء من نجاح الطب طبعا. كابتن مسعد اللي هو لا طبعا التفريخ بقى بتاعنا كله اللي هو المدرس. كابتن مسعد مدير الاكاديميه، وكابتن احمد اسمه احمد ايه مين احمد مين الاكاديميات برضو كابتن الاكاديميات يحيى واحمد اللي هم في الاكاديميات. احمد طب قول لي طب قول لي في الجهاز الطبي. احمد حمدي الجهاز الطبي برضو عليه دور يا كابتن. يعني الدكتور حسام الشلاوي طبعا ما ننساهوش، وكابتن محمود الحناوي مدرب اللياقه برضو ليه دور كبير جدا ده بيتعب ويشقى معانا دورات دورتين ومجمعتين طبعا ما نقدرش ننسى الناس دي كلها. هي بنحييهم يا كابتن شاركت في النصر اللي احنا عملناه الحمد لله. كابتن 12 دوري ورا بعض انت ليك فيهم كام؟ 12 يعني الكابتن اشرف قاعد قصادي 12 دوري متوالي. اه بالظبط. شابو يا كابتن والله العظيم تاريخ يعني لما اقول تاريخ يعني انا قاعد مع اثنين مش تاريخ ده تاريخ التنس الطاوله الحديث الحمد لله يعني في النادي الاهلي اللي يعني الضيوف اللي موجودين دلوقتي. فاحنا يعني تقول ايه يا كابتن للي بيقول مثلا لا اصله ما فيش منافسه اصله 12؟ لا ما هو لو حتى لو ما فيش ده انت ممكن تجلي موسم ولا اثنين. ترد على اللي بيقللوا من الانجاز ده تقول لهم يا كابتن؟ بصوا هو اللي بيقللوا من الانجاز ده ما بيعرفوش حجم التعب والمجهود والاصرار اللي عند اللعيبه والمدربين ان هم يطلعوا حاجه كويسه، علشان في الاخر ان احنا ما بنساعدش برضه احنا ما بنساعدش للدوري بس. عندنا دوري وعندنا انديه افريقيه وعند يعني في النص في طبعا انديه افريقيه وفي انديه عربيه وفي كاس مصر وفي شويه حاجات كده. تعب ومجهود غير طبيعي. فرقه بتتمرن مثلا 6 ايام في الاسبوع لمده 12 شهر. مفيش حاجه اسمها راحات. حتى في الكورونا يا كابتن انتوا في الكورونا عملتوا اللي ما اتعملش في اي قطاع. احنا الحمد لله السنه دي كسبين دوريين في سنه واحده. يعني احنا في شهر 10 كسبنا الدوري بتاع السنه اللي فاتت والدوري بتاع السنه دي. ضغطه مباريات وضغطه ماتشات. وخليني اقول لك يا كابتن اكد كلام حضرتك ده بايه. لما الاهلي بيكسب وبيبقى في الصداره في اي حاجه يقول لك ما اصل مفيش منافسه. لما الاهلي يخسر بطوله ولا حاجه يقول لك اوب الاهلي ده بينهار في اللعبه الفلانيه، ده الاهلي وقع زي ما حصل مع كره اليد سيدات. خسرنا السنه اللي فاتت بعد 25 سنه بنكسب كل البطولات خسر. قال لك بس ده قطاع السيدات انهار. النهارده السنه دي الاهلي يعني عايز اقول لك ان الاهلي وانت يا كابتن سيد تشاركني الاهلي فانيلته تقيله ومسؤوليه كبيره. اكيد ما هو ده حمل على اي حد بيلعب باسم النادي، وما بيبقاش سهل ان انت تلعب ماتش وانت شايل تيشيرت الاهلي. تمام. انت مضغوط يعني عندك ضغوطات كتيره جدا. صحيح. تمام. اولا ان انت تلاقي مكانك في الفرقه، ان انت يبقى مكانك محفوظ وبتلعب انت وبينك وبين زملاتك ومنافسه شريفه الحمد لله يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه الجهاز الفني عشان يثق فيك ويقدر يحطك في سكور، دي مسؤوليه مش بسيطه. صحيح. تالت حاجه انت اغلب لعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب بيلعبوا على دخول المنتخب، فانت عندك لازم تحفر لنفسك فرصه في السكور، وبعد فرصه السكور تحاول تجتهد عشان تكسب عشان تخش المنتخب.
ففي ده غير ضغوطات اللي حضرتك لسه قايله دلوقتي. ده عشان رئيس الاتحاد صحيح. مجلس ادارته. راجل نشيط جدا واحنا بنحييه من هنا بامانه وكان حريص ان البطوله تكمل. اتفضل. الحمد لله. غير الضغوطات بقى اللي هي بتاعت ان النادي الاهلي لما يكسب يبقى ده العادي ولما يخسر يبقى الاهلي بينهار والكلام اللي هو اللي بيتقال ده ده اساسا بيخلي لود لوحده على اللعيب يعني حاجه لوحدها كده ان انا ما ينفعش اكون شايل اسم الاهلي واخسر. صحيح. تمام ما ينفعش اكون شايل اسم الاهلي حتى لو بخسر ما ينفعش اكون مقصر. صحيح. تمام فدي لوحدها كلها بتصعب الموقف ان انت تبقى بس يتكتب جنب اسمك لاعب النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره طبعا. طب كابتن احنا كنا اسمح لي اضيف حاجه. اتفضل. طبعا كابتن اشرف احنا كسبانين الدوري السنه دي قبل من نهايه الدور الثاني بماتشين يعني قبل ماتش الزمالك وكولومبيا احنا كسبانين الدوري فعلا مجرد ان احنا ناخد جيم من هنا وجيم جيم واحد بس من هنا. خليني بقى اقف على الحته دي يعني انت ده قبل ما تلعب ماتش امبي وقبل ما تلعب ماتش الزمالك انت خلص واخد دوري بس مجرد ان ناخد جيم من هنا وجيم من هنا او ماتش من هنا وماتش من هنا فانت داخل عشان تكسب برضو حتى لو انا واخد الدوري ورغم كده طبعا اصرينا مش اصرينا ده العادي بتاعنا الحمد لله ان احنا لازم ننزل نكسب الماتش اللي قدامنا نزلنا كسبنا الزمالك وماتش امبي بقى يعني احنا خلاص كسبنا الدوري انتهى الموضوع خلاص كسبنا الزمالك خدت الاشواط الكافيه اللي انت عايزها ماتش الزمالك خلاص الدوري انتهى هم امبي ما عندهمش اي ضغوط هم خلاص خدوا واحنا ما عندناش دافع ده المفروض واحنا لا احنا الدافع بتاعنا خدناه بس عندنا حاجه اسمها المركز الاول صحيح اللي الاهلي ما بيفرطش فيه فلازم نكسب احنا خدنا المركز الاول بس ما ينفعش نخسر صحيح فكان دي الضغوط اللي علينا في الماتش يمكن الماتش كان ماتش الكوره سيمبا اللي فات ما احنا خلاص حسمنا التاهل بالظبط وبنلعب عشان نكسب بالظبط فهو النادي الاهلي حتى لو حسم التاهل بيكسب بالظبط طب كابتن استاذنكم احنا عملنا تقرير مع اللاعبين واللاعبات بعد الانجاز الكبير ده كاميرا الابطال كان هناك شوف اللاعبين واللاعبات قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني يمكن الصوت مش ظاهر معانا خلينا نكمل لغايه ما يحلوا المشكله. طب كابتن خلينا نقول على يعني خلاص دي صفحه اتقفلت وكان دايما كابتن خطيب كرئيس نادي دايما بيوجه كلامه للفائزين من ابطالنا ان بتكون صفحه واتقفلت. عندك اللي جاي ايه يا كابتن؟ هو المفروض كاس مصر كمان رابع يوم العيد او خامس يوم العيد ان شاء الله هنريح بس اسبوع كده الناس تاخد شيء من نفسها اسبوع ده انت راجل كريم قوي يا كابتن اسبوع ايه يا كابتن الصيام لا حرام يعني ده ليه ما تخليه يوم يا كابتن يعني اسبوع عيد احنا في رمضان يا كابتن وكمان طب بس بعد العيد ده انت في رمضان كده تمرين كله الاتحاد مصمم ان هو يعمل بطوله رابع يوم العيد او خامس يوم العيد فاحنا طبعا لازم احنا ملتزمين نستعد طبعا الكلام ده فاحنا بدا من يوم السبت الجاي ان شاء الله هننزل تاني تمرين نستعد لكاس مصر ان شاء الله وربنا يكرمك جاهز يا كابتن سيد بقى عشان الصيام والتمرين انا عشق رمضان ما انا عارف انا بحب رمضان يعني نفس السنه كلها تبقى رمضان هو اتمرن قبل الفطار وبعد الفطار رمضان بيبقى انت يعني جميل لا انا فعلا والله انا برتاح في الشهر سبحان الله طب اصابتك يعني هتمنعك ممكن تشارك كاس مصر ولا لا لا ان شاء الله يعني كام يوم يعني انا يمكن الحمد لله النهارده كان احسن جربت لا لسه ما لعبتش بس انا حتى وانا هناك عشان برضو في حاجات بتبقى يعني لازم الواحد بيبقى عامل حسابها يعني احنا الحمد لله فرقه الاهلي 8 فبيبقى مش عارف يعني مش عارف مين اللي هيلعب الفرقه الثانيه مش عارفه مين اللي هيلعب مننا فانا كان لازم يعني لازم عليا ان انا حتى انزل اسخن عشان ابقى مع الفريق لو قدر الله حصل اي حاجه ولا حاجه او طلبت ان العب لازم على الاقل ايدي تبقى موجوده يعني صح. مش عارف العب برجلي بس ايدي تبقى موجوده بس ابقى موجود يعني كنت بحاول قدرات صاب اصابه جامده انا ستاند باي وده لو سيد كان يعني اما اتمرن قبل في اليوم الثاني من ضرب المجمعه كان قادر يقف على رجله بس احنا ما حبيناش ان احنا ندفع بيه لانه ممكن اصابه الجد الثاني اثناء الماتش كان في مشكله في الحته يعني لما بعرف مكان الكوره اوكي بروح لها كويس فجأة. انما الحاجات اللي هي فيها رياكشن كان بتبقى صعبه شويه يعني فيها نغزه كده فكان الموضوع مريفه جدا ففضلنا ان احنا نكمل ببقيه رجاله الفرقه والحمد لله طب قول يا كابتن انت يعني في العادي التمرين بيمشي ازاي؟ هل انت بتتمرن مثلا صبح يعني برضو اللاعبين هل بتجيب اللاعبين الصبح؟ هل بتكتفي فترة بعد الظهر؟ هل في مدربين او فكر يقول لك انا اضغط التمرينتين في تمرين هنيجي اربع ساعات وخلاص؟ لا احنا بنتمرن صبح وبعد الظهر ثلاث ايام في الاسبوع الصبح. ده بيبقى ايه الصبح بقى يا كابتن؟ حد وثلاث وخميس بيبقى كور كتير بعض التكتيكات في على الترابيزه
برضه باستخدام الكور كتير، ولو في لو المنافسات قربت بنعمل ماتشات يعني لو دار مجمعه قريبه بنعمل ماتشات الصبح عشان يتعودوا ان هم في الماتشات في الدور الجماعي هيلعبوا الصبح. الله ينور عليك. احنا اخر يوم لعبنا ماتش الساعه 9 الصبح او الساعه 9 ونص. ماتش الزمالك كان 9 ونص. ماتش الزمالك كان 9 ونص. يعني 9 ونص يعني اللعيب بيصحى الساعه 7 الصبح. طبعا ما كانش متعود على كده. احنا كنا متعود بالظبط. بس خلي بالك ابتسيد بيصحى بدري فما عندوش مشكله يعني بيصحى بدري على الفجر. ما هو الفرق طيب. ابتسيد بس. طبعا اعزائي المشاهدين التقرير اللي عملناه مع اللاعبين واللاعبات جاهز نشوفه ورجع لحضراتكم تاني. الماتشات كلها كانت اصعب، بس هي كانت اصعب من الاسبوع الاول. يعني احنا لعبنا نفس الناس الاسبوع الاول، بس الناس يعني كانت لو مركزه بزياده، بس الحمد لله احنا قدرنا نحقق الفوز في البطولتين كل الماتشات الحمد لله. طبعا انا بحمد ربنا الحمد لله على المكسب. انا مصابه للاسف ما لعبتش، بس انا كان عندي ثقه كبيره جدا في كل واحد في الفرقه ان هو لما ينزل هيموت نفسه، عشان احنا كمان للاسف ما توفقناش الدوري اللي فات خسرناه، فكان كلنا عندنا هدف واحد ان احنا ناخد الدوري ايا كان هيتطلب ايه. والحمد لله تعبنا واتمرنا كويس ووقفنا مع بعض وكسبنا الدوره المجمعه الاولى الحمد لله، وبرده كملنا في التمرين، وحتى الفترتين كانت بينهم قليله قوي، بس احنا يعني فضلنا وجينا على نفسنا، وطبعا يعني هم كلهم كانوا ابطال وقدرنا نكسب الحمد لله. المكسب ده بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، بالذات ان احنا يعني للاسف الدوره اللي فاتت ما كناش موفقين، فالحمد لله ان احنا قدرنا نعوض كل ده وكسبنا وما خسرناش ولا ماتش. الماتشات كلها الحمد لله كان كله ابطال وكله قد المسؤوليه، وكلنا كنا خايفين على اسم النادي الاهلي عشان هو دايما رقم واحد، فالحمد لله قدرنا نثبت نفسنا ورجعنا تاني رقم واحد. البطوله دي اكيد كانت صعبه لان كان كل تقريبا فريق فيه كذا لعيبه كويسه، يعني بدل ما كان كلهم بيتجمعوا في فريق واحد بقى فيه كذا فريق فيه كذا لعيبه، ف يعني ممكن نقول ان في 3 4 ماتشات كانوا كلهم ملعوبين وكويسين ومستواهم عالي. يعني طبعا الماتشات كلها كانت صعبه جدا، ما كانش في ماتش سهل خالص، البطوله من اولها لاخرها كنا مركزين فيها جدا. كان في 3 4 ماتشات صعبين جدا، زي مثلا في الفاينل ماتش جزيره الورد كان صعب، كسبنا الزمالك الحمد لله، كسبنا جزيره الورد وكسبنا المعادي كمان، فما كانش في ماتش سهل خالص يعني الحمد لله ما حدش فينا خسر يعني الحمد لله. احنا الحمد لله البطوله لعبناها المره دي على 3 ايام، لعبنا اول امبارح 3 ماتشات وامبارح 3 ماتشات، فكان الموضوع كان مش سهل يعني، كانت الماتشات كانت كتير، والحمد لله توفقنا النهارده وكسبنا ماتش الفاينل. هي فعلا البطوله السنه دي اصعب من اي سنه فاتت، لان يمكن معظم الفرق جامدين جدا جدا. احنا الحمد لله يعتبر حسمنا البطوله حتى قبل الماتش ده، يعني قبل الماتش ده احنا كنا حاسمين البطوله، بس احنا حبينا ان احنا ناكد فوزنا بالبطوله، والحمد لله فوزنا بجميع المباريات الحمد لله. البطوله جامده، اقوى من السنه اللي فاتت بكتير، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب البطوله. يعني الحمد لله البطوله كانت صعبه جدا طبعا، خصوصا ان احنا خسرنا السنه اللي فاتت، كانت خساره مفاجاه، لكن خسرنا الدوري السنه اللي فاتت. كان علينا دور ان احنا نجمع الفرقه تاني ونرجع الثقه للاعيبه تاني، والحمد لله كان اللعيبه على قد المسؤوليه ورجعوا تاني لمكانهم الطبيعي، وان احنا نبقى ابطال الدوري في السيدات في تنس الطاوله الحمد لله. طبعا الحمد لله، احنا المهم في الاخر ان الاهلي هو اللي بيكسب، مش تفرق مين اللي هيلعبوا، كده كده كلنا بنلعب وكلنا كسبنا، فالحمد لله قوي ان يعني كلنا كسبنا فالحمد لله. الحمد لله طبعا اللي احنا كسبنا الحمد لله الدوري رقم 12 على التوالي الحمد لله، وغالبا رقم 36 لينا يعني كنادي اهلي. وزي ما حضرتك قلت المباراه كانت صعبه، يمكن عشان احنا حسمنا الدوري النهارده من مباراه الزمالك الصبح، فكنا النهارده بنلعب مع نادي انبي، نادي محترم وخصم عنيد، فاللعيبه بتلعب براحتها، فما كانش في ضغط شويه، فكل واحد يعني بيطلع اللي عنده، فعشان كده المباراه كانت صعبه بس شويه. والله الحمد لله ده اللي تعودنا عليه، يعني ان حتى في الصعوبه جدا احنا بنقدر نبقى متواجدين، والصعوبه الاكتر ان احنا عندنا كابتن الفرقه واللاعب المميز سيد لاشين ما كانش موجود طول الدوره المجمعه بسبب الاصابه، وشادي مجدي اللاعب رقم واحد في مصر للاسف كان عنده كورونا قبل البطوله وقعد اسبوعين تقريبا، كان في يعني ما بيتمرنش، والحمد لله لعيبه الاهلي رجاله جدا جدا، واثبتوا ان الاهلي دايما
ولاده كتير قوي. احنا النهارده كمان كان عندنا ماتش الزمالك الصبح الساعه 11 وخلصناه الساعه 1 تقريبا، فما لحقناش اصلا نريح، والحمد لله كسبنا 3-1 الصبح. وماتش انبي النهارده برده الحمد لله احنا كنا مخلصين الدوري قبل حتى ما نلعب الماتش ده. ده نتيجه مجهودنا طول السنه وربنا كرمنا الحمد لله، واحنا متعودين حتى ماتش كان مش فارق، واحنا ماتش كده كده واخدين اول الدوري قبل ماتش انبي ده، ولكن النادي الاهلي بيفرق معاه كل ماتش، اللي احنا لازم نكسب الحمد لله كل الماتشات. احنا الحمد لله كنا كسبنا الدوري قبل الماتش دوت قبل ما نلعبه، كنا خلاص الحمد لله حصلنا، بس الماتش ده محطوطين تحت ضغط ان احنا لازم نكسب برضو الماتش دوت عشان النادي الاهلي. فالحمد لله يعني هم مدينا يعني وضع كويس في النادي، فلازم نعمل اللي علينا. الحمد لله على الدوري، الحمد لله على الفرقه اللي معايا دي، بصراحه كلها رجاله. الدوري ده الحمد لله مش حاجه جديده علينا، الحمد لله بقالنا 12 سنه على التوالي بناخد الدوري. كان نفسي اكون بشارك اكتر من كده، الحمد لله الدوره دي يعني لعبت 4 ماتشات من السبعه، بس كان نفسي اكون بشارك في السيمي او الفاينل، بس مش مشكله ان شاء الله تعوض في اللي جاي. والحمد لله بقيت اللعيبه الرجاله كلها بصراحه الحمد لله احنا كنا مركزين، والدوره الاولى قدرنا نكسب كل الماتشات الحمد لله، وكنا مركزين اللي احنا نبقى على نفس التركيز والحماس والجديه، والحمد لله قدرنا نكسب برده كل الماتشات في الدوره الثانيه، واحنا كنا كسبنا الدوري قبل اخر ماتش كمان، واحنا كذا مره بنعمل كده، فالحمد لله كانت اللعيبه كلها رجاله وان شاء الله الجايه احسن. النهارده الماتش كان صعب من اول ماتش لاخر ماتش بصراحه، حتى يعني زميلي اللي كان بيلعب البيلي وشومان كانوا بصراحه الماتش صعب. الجيل الصاعد ده الاسطوره بتاعتنا، وانا كنت كسبان 2-0 والماتش كان ماشي سهل، بس حصل ظروف الماتش رجع 2-0 وقزمت، بس الحمد لله بس الحمد لله قدرت اكسب في الاخر، والحمد لله قدرنا نكسب الماتش. كابتن سيد يعني ايه كوبلة الدعم والتأييد اللي يعني عارف اللي بيطلع في التلفزيون ورا الكاميرا وماسك التليفون يعني اللي هي الكوبلة اللي بتيجي في اللقاءات التلفزيونية دي؟ احساس بيبقى حلو قوي لما تلاقي يعني يوسف ده هو مواليد 2000 وانا 2000 كنت بلعب اولمبياد فبالنسبه لي لما اكون بلعب مع حد يعني بالنسبه لي اتولد في السنه اللي انا كنت بلعب بمثل مصر فيها في ايفنت زي الاولمبيكس، فالموضوع كبير قوي بالنسبه لي، حاسس ان انا بقالي كتير قوي بلعب. لا جميل كابتن، ويوسف من الشخصيات الجميله، الله يبارك لك ويا كابتن، انت هتفضل دائما ابدا اسطورتنا ربنا يبارك فيك يا رب، فخورين بيك. وانا بشكرك لانه احنا لازم نطلع فاصل عشان نستقبل نادين، بس ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ونطمن على اصابتك تكون تمام باذن الله. ان شاء الله باذن الرحمن، هي اصابه خفيفه الحمد لله، وربنا يبارك فيكم يا رب، وان شاء الله دايما عند حسن ظن الاهلاويه كلهم، والف شكر لمجلس الاداره كابتن رؤوف كابتن اشرف يعني كل الناس اللي بتدعمنا، ده اقل حاجه احنا نقدر نقدمها لهم، وفي ناس بالذات يعني انا حابب معلش انا لا خد راحتك يا كابتن دي ثانيه بس انا حابب اشكرهم جدا، كابتن محمود الحناوي مدرب اللياقه يعني تعب معانا واشتغل معانا فتره كبيره، وحتى كان بيبقى فيه شويه صعوبات او حاجه كده هو الراجل ما تاخرش عننا، وكمان الحمد لله رب العالمين الكابتن اشرف كان ناس الدكتور محمد احسان ماسك اللياقه ناشئين، وده الحمد لله رب العالمين يعني كلنا احنا منظومه واحده، والحمد لله ان يعني دي النتيجه. اكيد يا كابتن احنا بنشكرك ونورتني وشرفتني، وهنتابعك يا كابتن. ربنا يبارك فيك. مستمرين معاكم ما تروحوش بعيد، هنطلع لفاصل عشان نستقبل كابتن نادين الدولاتلي وكابتن اشرف مكمل معانا، ولكن بعد الفاصل.